أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية واهتمام جلالته بالعمل الخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين ومد يد العون للمحتاجين والمنكوبين، ومثمنا سموه دعم الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، كما أعرب سموه عن تقديره للإدارة التنفيذية وجميع موظفي المؤسسة الخيرية الملكية الذين قاموا بدور مميز في خدمة الأيتام والأرامل والمحتاجين داخل وخارج مملكة البحرين. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته المؤسسة الخيرية الملكية بمناسبة حصولها على جائزة أفضل مؤسسة خيرية في الوطن العربي من قبل الاتحاد العام للمنجزين العرب. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا الإنجاز الكبير يعكس رعاية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالعمل الخيري والإنساني وتحديدا رعاية الأرامل والأيتام داخل مملكة البحرين وتقديم مختلف الخدمات والرعايات لهم بأسلوب مهني شامل، كما يعكس حجم الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها مملكة البحرين لمختلف الشعوب الذين يعانون آلام الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية. فمملكة البحرين حارسة على أن تكون سباقة في مد يد العون وأن تشمل الجهود البحرينية إقامة العديد من المشاريع التنموية التي تسهم في توفير الرعاية وبناء الإنسان. من جانبه تقدم سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية خلال كلمته بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية حفظه الله ورعاه على رعايته الأبوية واهتمامه الكبير بأسر وأبناء المؤسسة الخيرية الملكية والدعم اللامحدود الذي تحظى به المؤسسة في جميع أعمالها الخيرية والإنسانية، مثمنا الدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية في قيادة العمل الخيري من خلال المؤسسة الخيرية الملكية. كما ألقى المهندس سامح لطفي رئيس مجلس أمناء مؤسسة المنجزين العرب كلمة توجه فيها بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه على الجهود الكبيرة المبذولة في خدمة العمل الخيري والإنساني، مثمنا ما تقوم به مملكة البحرين من دعم واهتمام لكل شعوب العالم، فدائما ما تواصل مملكة البحرين الاهتمام بالعمل الخيري داخل مملكة البحرين إلى جانب مد يدها البيضاء للأشقاء والأصدقاء في الخارج. وفي ختام الحفل افتتح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المعرض التاريخي لمشاريع وإنجازات المؤسسة والذي يحتوي على العديد من الصور التي توثق وتعكس هذه الجهود. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، يأتي هذا الاحتفال الذي تنظمه المؤسسة الخيرية بمناسبة حصولها على جائزة أفضل مؤسسة خيرية على مستوى الوطن العربي. هذه الجائزة حصلت عليها من قبل الاتحاد العام للمنجزين العرب. طبعا هذه الجائزة الحقيقة وهذا التكريم تكريم الأول لجلالة الملك حفظه الله الذي يرعى هذه المؤسسة الخيرية ويدعمها، وأيضا تكريم لسمو الشيخ ناصر حفظه الله الذي يسعى للارتقاء بهذه المؤسسة وينفذ تطلعات وتوجهات ورؤى جلالة الملك حفظه الله. أيضا هذا التكريم يأتي أيضا لجميع أعضاء مجلس الأمناء وجميع العاملين والموظفين في هذه المؤسسة، الجنود حقيقة المجهولون الذين يقومون بالعمل الجيد والجبار. أيضا هذا الإهداء يأتي
هذا التكريم للأمين العام الدكتور مصطفى السيد حفظه الله، ولكل من يعني أسهمت هذه المؤسسة في كفالته وفي رعايته. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جلالة الملك وفي جهوده وفي عمره، وأن يعني أسأله سبحانه أيضا أن يجزيه خير الجزاء على كل ما قدم لفئات شعبه المحتاجين، مع تمنياتي إن شاء الله لهذه المؤسسة مزيد من التقدم والازدهار. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، حقيقة هذه الدعوة التي وجهت إلينا من قبل المؤسسة للأزهر الشريف، وذلك إبرازا للدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات بين بعضها والبعض الآخر. وهذا اللقاء أو هذا الدعوة جاءت تتويجا لجملة من الجهود المباركة التي بذلت من قبل المؤسسة الخيرية ومشيخة الأزهر الشريف، وقد وجهت بالحضور من قبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وذلك تأكيدا على أهمية التعاون بين المؤسسات، خصوصا وأن العلاقة بين البلدين مصر والبحرين علاقة وطيدة تكسوها المحبة وتعلوها الأخوة. هذا أمر آخر أن مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الدعوات من الأهمية بمكان، لأنها تعطي انطباعا واضحا على قيمة هذا الدين الذي يحث على التعاون بين المؤسسات بعضها والبعض الآخر. ومن ثم كان هذا الحضور في هذا اليوم المبارك إبرازا للتعاون بين الأزهر والمؤسسة الملكية الخيرية، تأكيدا على عمق الروابط بين البلدين مصر والبحرين، تأكيدا على أهمية إبراز قيم التعاون والتسامح، لا سيما وإذا كان هذا الدين يقول وتعاونوا على البر والتقوى. سعيد اليوم بوجودي في مملكة البحرين للاحتفال بحصول المؤسسة الملكية على جائزة أفضل مؤسسة عربية من الاتحاد الدولي للمنجزين العرب، وأعتقد أنها جائزة مستحقة. نحن نفخر بعمل المؤسسة ولنا شراكات طويلة المدى في عدد من الدول معها.